أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر رياض أحييكم ويطل عليكم يوميا من شاشة قناة الرشيد وحلقة جديدة وإن شاء الله تكون مميزة بأخبارنا بمتابعاتنا بضيوفنا المتواجدين معنا في استوديو حديث الملاعب. البداية راح تكون عطفا على ما عرض في برنامج حديث الملاعب في حلقة يوم أمس وحلقة يوم الخميس ومتابعة خاصة من البرنامج عن طريق ماهر حسان للملاعب المتلكئة في بغداد، وعند الكشف والتفسير والتفتيش وجدنا أنه أمانة بغداد كانت هي أحد الأقطاب الرئيسية بل لاعب أساسي في بناء الملاعب في بغداد وتحديدا في منطقة كسرة وعطش وأيضا منطقة الشعلة، ملعبين تابعين إلى أمانة بغداد، كل ملعب سعة 5000 متفرج. هذا الملعب بني في عهد الدكتور صابر العيساوي لكن توقف عن الإجراءات لغاية الآن والأمر مجهول بصراحة. رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بعث برسالة صوتية إلى البرنامج من أجل إيضاح شنو اللي جاي يصير بخصوص هذه الملاعب ومن يتحمل التلكؤ الواضح. نتابع هذه الرسالة الصوتية الخاصة ببرنامج حديث الملاعب حول تلكؤ بناء الملاعب وتحديدا من قبل أمانة بغداد، نتابع ونعود. السلام عليكم كابتن، أول مرة أشكرك لزيارتك ومتابعتكم لمشروع ملعب مدينتي الشعلة وكسرة وعطيش، وحقيقة هاي الملعبين تم إنشائهن وتخصيص أموالهن من قبل الدكتور صابر العيساوي أمين بغداد السابق، وبدأ العمل والمشروع بهم منذ حوالي 2010، وكان العمل جاد بوجود شركة تركية المنفذة للعمل مع طاقم عملها. حقيقة احنا متابعين المشروع منذ بداية الإنشاء به من خلال الحكومة المحلية المتمثلة بالمجلس المحلي والأخ مدير الناحية، وفي الفترة الأخيرة بعد 2014 بعد تنحي الدكتور صابر العيساوي توقفت الأمانة عن تمويل هذا المشروع، مما سبب يعني قلق لدى الأهالي والناس والرياضيين. ناشدنا أكثر من مرة، كتبنا أكثر من كتاب، يعني حقيقة حتى خولت من أبناء المنطقة الكابتن زيد خلاف أن يتابع هذا الموضوع بكتاب رسمي، لكن تبريرات الأمانة غير منطقية وغير واقعية. المشروع بالإمكان إنجازه بأسرع وقت ممكن، وبالإمكان تخصيص مبالغ إذا كانت الأمانة جادة، بالإمكان تخصيص أموال حقيقية لتنفيذه. لذلك يقع اللوم والعتب على شخص أمينة بغداد مع كل احترامنا واعتزازنا بها، عليها أن تلتفت لهذا المشروع، أن لا تتحجج أمانة بغداد أنه ميزانيتها المخصصة قليلة، بالإمكان جلوس في مجلس الوزراء ومطالبة رئاسة الوزراء بتخصيص أموال، ونحن جاهزين وجادين بهذا الأمر. وأكثر من لقاء تحدثت مع السيدة الأمينة بهذا الموضوع، يعني الموضوع واصل إلى مراحل منتهية، ترك المشروع خطأ كبير وراح يسبب خسارة كبيرة بالأموال. الأخوة في إدارة المشاريع بأمانة بغداد حسب جلوسنا معهم واجتماعاتنا المتكررة يعني جاهزين لهذا الأمر، ولا يوجد أي مبرر غير أنه أمانة بغداد وبشخص الأمينة أن تكون جادة لتفعيل هذا الأمر وإنجازه. نتمنى من خلال ما طرحتوه في برنامجكم أن يصل إلى أسماع أمينة بغداد ولكل كوادر أمانة بغداد. يعني إحنا متابعين هذا الموضوع، وأكثر من لقاء جمعنا مع أمينة بغداد طالبناها أن يكون هذا المشروع على جدول أعمال أمانة بغداد وتخصص لأموال. يعني تبريراتهم غير منطقية بحجة أن أمانة بغداد غير مسؤولة عن الملاعب، أموالها تخصص إلى الماء والمجاري، لكن بالنتيجة هو الملعب قائم وبالإمكان إنجازه بأسرع وقت، وهو لا يختلف عن كل المراكز الترفيهية الأخرى سواء كانت ذا متنزهات، مشاتل، المسابح التي هي من اختصاص أمانة بغداد، بإمكانها إنشاء الملاعب. وبالنتيجة الملعب واصل إلى مراحل منتهية. أكرر شكري وتقديري إلى برنامجكم الكريم. إذن هذا هو رأي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وبالتالي إحنا نشد على إيده ونتمنى أنه يمارسون دورهم الحقيقي في مراقبة
الأشخاص اللي جاي تعرقل رغم انشغالهم يعني أنه هو ممثل عن كتلة سياسية، والآن الوضع الكل يتحدث عن السياسة الوضع العام، لكن بالتالي ما نسى هذا الموضوع الرياضي الخاص اللي بالتأكيد راح يرفع عن كاهل ملعب الشعب، وراح يساعد أنديتنا أيضا الرياضية، وراح يخدم المناطق اللي بالتأكيد منطقة كسرة وعطش، وأيضا منطقة الشعلة من أجل إيواء الرياضيين وتواجدهم في هكذا ملاعب، وحتى في قادم الأيام يكون جزء من الحل للاتحاد العراقي، لأن اليوم مثل ما نعرف إحنا مشكلتنا كبيرة جدا من خلال عدم تنظيم دورينا بسبب قلة الملاعب. عندما ينشأ ملعبين ب5000 متفرج، فبالتالي راح تكون فرصة أخرى لاتحاد كرة القدم، وأيضا من أجل رفع ومساعدة الأندية في استمرار الدوري العراقي. المتابعة الأخرى، القيثار الخضراء نادي الشرطة يجري آخر وحداته التدريبية من أجل ملاقاة الشباب السعودي يوم غد، وبصراحة أنا أتفاجأ وكأن الشرطة ما يمثل العراق، هذا النادي الكبير اللي بصراحة إلى قاعدة جماهيرية كبيرة، وأيضا مشكورين كل الأخوة اللي بصراحة يوم غد راح يخلون شاشات كبيرة في ساحة التحرير من أجل مساندة القيثارة في دوري أبطال العرب ومواجهة الشباب السعودي هذه المباراة المهمة. لكن ننتظر من الأخوة الباقين الشرطة الممثل الوحيد بعد خروج القوة الجوية، كنا نمني النفس أيضا الصقور أن يكون متواجد في الدور القادم، لكن مثل ما نقول قدر الله ما شاء فعل وأدوا ما عليهم القوة الجوية، لكن أمنا الآن بممثل العراق الوحيد نادي الشرطة اللي نتمنى من الجماهير العراقية أنه تدعم هذا الفريق من خلال الدعم والمؤازرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن مواجهة الشرطة مهمة جدا أمام الشباب السعودي. الحمد لله والشكر، اليوم أول وحدة تدريبية لنا في الرياض، اللاعبين دخلوا الوحدة التدريبية بروح عالية، إن شاء الله إن شاء الله نوعد الجمهور العراقي بشكل عام وجمهور الشرطة بشكل خاص أن نمثلهم خير تمثيل، لأنه نادي الشرطة الآن هو ممثل الوطن في بطولة محمد السادس، وإن شاء الله نرجع بنتيجة جيدة ونتيجة مطمئنة لجمهورنا العراقي وجمهور نادي الشرطة. ومثل ما تعرفون نادي الشباب نادي جيد ويضم عناصر جيدة، لكن إن شاء الله الكادر التدريبي وضع الخطة المناسبة لخوض هذه المباراة، وإن شاء الله نرجع بنتيجة جيدة من أرض السعودية. الفريق جاهز لمباراة أمام الشباب السعودي، أعتقد الفريق فريق جيد، الكادر التدريبي عنده رؤية خاصة للمباراة، إن شاء الله يا ربي نقدر نحقق نتيجة طيبة خلال هذه المباراة، واللاعبين جاهزين إن شاء الله. مثل ما تعرف مباراة صعبة، لكن فريقنا أيضا جيد و إن شاء الله نحقق نتيجة طيبة المباراة. استعداداتنا استعداد جيدة، المباراة الشباب السعودي تعرف مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا، فريق السعودي فريق جيد جدا على مستوى عالي، تعرف الظروف اللي موجودة بالبلد وتوقف الدورة أكيد هذا الشيء سلب على اللاعبين وعن كل الأندية العراقية، أتمنى أنه نتلافى هذا الشيء ونركز، واستعداداتنا هي جيدة المباراة الشباب السعودي، وإن شاء الله أنه نقدم كل ما عدنا ونخطأ المرحلة الأولى بثلاث نقاط إن شاء الله يا رب. بعد تصريح طبعا كل الموافقية لنادي الشرطة وكل اللاعبين، نتمنى يوم غد أن يكونون بيومهم بالتأكيد من أجل خطف يعني وضع قدم في الدور القادم من خلال خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أبطال العرب كأس محمد السادس. عطفا على ما عرضناه أيضا في حلقة يوم غد والتصريح للاعب نادي القوة الجوية محمد علي عبود، وتحدث على وجهة نظره يوم أمس، يعني تم عرض تصريح للاعب نادي القوة الجوية وتحدث عن الظلم وعن تعامل اتحاد كرة القدم حول استدعاء عندما كان مع المنتخب الوطني العراقي وتم رفع اسمه، واليوم أيضا مدرب المنتخب الأولمبي الكابتن عبد الغني شهد طلب اللاعب
خصوصا انه هو يلعب في مركز الارتكاز، وهذا المركز مهم جدا وحساس في منتخبنا الاولمبي، لكن اللاعب مستغرب الى الان انه المدرب طالبه والاتحاد يقول احنا ما نقدر ندز محمد علي عبود بسبب انه هناك مشاكل اداريه للاعب محمد علي عبود. اليوم عضو لجنة فحص الوثائق في الاتحاد العراقي لكرة القدم زميلنا الإعلامي زيد الزيدي تحدث عن تساؤلات وطرح محمد علي عبود من خلال برنامج حديث الملاعب، نتابع ونعود. عدد من الأسماء اللي تم تزويد الاتحاد بها قبل فترة طويلة تزيد عن سنة، بعد من اللاعبين اللي أوراقهم ممكن تكون بها مشاكل إدارية، عدد من اللاعبين. وبعد ذلك طبعا احنا ما كان عندنا اي تواصل مع المنتخب الاولمبي، المنتخب راح سوى مشاركات، لكن الامانه كان في حين هالمنتخب الاولمبي ومنتخب يضرب به المثل، يضرب به المثل من خلال عدم تواجد اي لاعب من اللاعبين المزورين. بعد ذلك بصراحه يعني احنا عندنا فد موضوع اتفقنا عليه منذ البدايه انه اللاعب اللي ما يمر على اللجنه فاحنا ما نتحمل مسؤوليته. هذا الكلام خليتوه على طاوله اتحاد الكره رئيس الاتحاد؟ نعم نعم، قبل فترة والسيد رئيس الاتحاد أيضا ذكر أنه يجب أن يكون هناك تعاون أكثر مع اللجنة، وأنه أي قائمة ما تمر ويتم توقيعها وتمرر دون أن تمر على اللجنة أولا، وهذا الشيء اللي حصل. أما فيما يخص بعض اللاعبين اللي تداول أسمائهم في الفترة الأخيرة، فقلت لك أكو بعض اللاعبين احنا ذاكريهم قبل أكثر من سنة تم تقديم أسمائهم للجنة، كل لجنة عفوا للاتحاد، وفي حين تم اتخاذ عدد من القرارات. ليش مثلا لاعب يسافر مع النادي بس ما يسافر مع المنتخب؟ اي هاي مو مشكلتي، يعني اذا لاعب سواء كان هناك مشكله او معرقلات في المطار هاي مو مشكلتي. ممكن يكون يحمل مستمسكين، ممكن يكون يحمل جوازين ويسافر بها، وهاي وارده جدا وحدثت بالفعل. لكن انا علي باللاعب اللي اوراقه موجوده يمي حاليا، فحصنا الوثيقه، عندنا بها مشكله نبلغ. اتحدى اي شخص يقول انه احنا مستبعدين لاعب، مستبعدين لاعب ليست لديه اي مشكله اداريه، حتى ما نذكر امور ثانيه ونأثر على اللاعب اذا في حال تواجده. هاي في جميع المنتخبات؟ في جميع المنتخبات. خلينا اخذ تعليق من عندك حول موضوع الاوامر القضائيه اللي البعض اعتبره تزوير مقنع. طبعا احنا كلجنه احنا اللي نبهنا الاتحاد على هذا الموضوع، موضوع قرارات قضائيه منذ البدايه، وذكرنا لهم ان هناك لاعبين تم تغيير اعمارهم وفق قرارات قضائيه وزودناهم باسمه، لكن تقول لي مثلا احنا نستبعد اللاعبين، احنا حتى في المنتخب الاولمبي وغيره مو احنا نستبعد اللاعبين، احنا نعطي فقط نتائج، او احط سيف على رقبه الاتحاد واقول الا تاخذ النتائج، احنا فقط نفحص وثيقه ونعطي النتائج، هذا الموضوع بكل سهوله، اما يظهر البعض يقول انه هناك حرب ضد شخص معين او تقصد للاعب معين، فخلي يعطيني شيء يبرز لي فد مستمسك او وثيقه او اي شيء ممكن انه يساعد هذا اللاعب في اظهار مظلوميته، وراح اكون اول مستمع له، لكن صار متاكد انه ليس هناك اي شيء من هذا القبيل، عملنا صحيح 100%، وكل لاعب ظهر وتم ابعاده وفق معلومه صحيحه ووفق وثيقه قانونيه ووعد العوده للتسجيلات الرسميه. نتمنى هذا الموضوع انه فعلا يحل بطريقة ودية بعيدا عن يعني الأمور الأخرى، لأن بالتالي هؤلاء هم أبناء الوطن، وأيضا اللاعبين هم يمثلون المنتخب الوطني العراقي. وصلنا إلى مرحلة أنه اليوم على الكابتن حسن كمال وأيضا عماد محمد وأيضا الكابتن قحطان شثير بناء جيل حتى نقدر نتخلص من هاي المشاكل اللي يتحدث عليها زيد الزيدي. وأيضا اتحاد كرة القدم كان إلى رأي بخصوص اللاعبين المواهب مثل ما نقول اللي نقدر نستفاد من عندهم في الوقت الحالي للمنتخبات الشباب وأيضا المنتخب الأولمبي، ونستثمر طاقاتهم ومواهبهم إلى المنتخب الوطني العراقي. كامل صغير يتحدث ل عبر برنامج حديث الملاعب إلى اللاعبين، وأيضا يوجه مناشدة بس أولاد المسؤولين يحصلون على الجواز الأحمر اللي هو الجواز الدبلوماسي، فبالتالي هؤلاء هم من يمثلون البلد، على الجميع أنه يتعاونوا وياهم خدمة لكرة القدم العراقية. التصريح مع ماهر حسن.
طبعا مشكورين البارحة المناشدة مالتكم كانت، اليوم جبنا محمد علي عبود وقدرنا نوصل لمرحلة يعني أن فضلنا هذا لاعب موهوب هو أحمد جلال، وكل لاعبين العراقيين كلهم موهوبين، واللاعبين ذول يحتاجون المنتخبات الوطنية. يعني لحد الآن ماكو فد شيء، يعني ماكو فد شيء عند محمد لحد الآن، يعني ماكو شيء يمنعه من إنه يعني يسافر ويرجع، يعني بين جوازين يعني جواز بجواز هو ممدد الفترة يعني الموجودة. تعرف ذولاك أي منتخبات اليوم يدورون بالمياه العكر، وأنا ناس يعني هم نخاف على منتخبنا ونخاف النتائج الحلوة اللي موجودة. اليوم عندك المنتخب متصدر مجموعته، عندك منتخب الشباب يعني هاي نخاف احنا اليوم منتخب الأول بخاطر لا يصير كمين على شيء، لا طلعونا لا يدي ماله ما بيشي، بس موضوع الجواز اللي موجود يعني الفترة التمديد ما واصل الاتحاد التايلندي لهذه الأسباب، يعني ما عندنا كل مشكلة. دعينا قلنا له بات تجيب جوازك الصبح، يعني نطمئن اللاعب والجمهور الرياضي بأنه محمد راح يكون يتواجد. يعني مو أقول لك أنا مين يعني مع محمد علي محمد عبود، يعني لاعب شاب لاعب مطلوب بارحة مناشدته يعني حقيقة تألمنا، بس إن شاء الله يكون ضمن صفوف المنتخبات اللي موجودة، هو يستاهل يلعب ضمن المنتخب الوطني العراقي. عبد الغني شهد بتصريح خلال يومين الماضيين قال أنا أعاني، وخصوصا موضوع اللاعبين يروحون مثلا يسافرون مع المنتخب ينمنعون معاي بالأولمبي. لا شوف هاي المعاناة حتى عندنا بالفريق الأول، تعرف أنا أقرب الناس على العالم، يعني جيب مطارات أنت اليوم جاي غالب كمبوديا ومصدر مجموعتك يكضوك بالمطار، هاي معاناة كبيرة، هاي من يحلها؟ قلنا رئيس الوزراء ما حد يسمعك، هاي معاناة، هذا لاعب بلد يعني غصبا على أي واحد هو يمشي لازم يسألون أمرهم. ولدنا ذولا لاعبين ثروة البلد ذولا، أسد سوى له سنة سوى له سنتين مو مشكلة، يعني شوفوا أنتم أفريقيا والخليج وأمة محمد كلها عندها هاي الأمور، لكن بس إحنا وشعتنا حمراء، ما يصير عمي هذا مو هذا، يعني من تقول رئيس الوزراء قلنا له الأمة كلها قلنا لها، عمي مسألوا أمر العالم، يعني هسه لو بالمسؤول ما تعطونا جواز أحمر. والله نظم صوتي صوت أبو وسام، بالتأكيد المفروض لاعبي المنتخبات الوطنية يكون لهم محاسبة خاصة من خلال جواز خدمة، جواز الدبلوماسي، هواي أمور لازم نفضل بيها لاعب منتخبنا الوطني حتى دخوله وخروجه من المطارات تكون بإنسيابية وأريحية كبيرة. هذا الموضوع ومواضيع أخرى راح نتحدث بيها اليوم مع ضيفي المتواجد معي في الاستوديو نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الأستاذ وليد الزيدي، أهلا وسهلا بك في برنامج حديث الملاعب. تحية لك أستاذ عمر، تحية لبرنامجك المتميز برنامج حديث الملاعب، وتحية لمشاهدينا الكرام جمهورنا الرياضي العزيز على قلوبنا. الحمد لله على السلامة، وبداية أنا أقول لك هارد لك، كنا نمني النفس أن القوة الجوية يكون في الدور القادم. والله حقيقة يعني تعرف القوة الجوية فريق كان جيد، وكنا نتأمل أنه نصل بعيدا بالبطولة، لكن الظروف يعني ما خدمت نادي القوة الجوية، خاصة الظروف الجوية، يعني لأن الملعب اللي لعبنا عليه كانت شدة الريح 90 كيلومتر بالساعة وريح غريبة عجيبة في وقت المباراة، وفي الملعب اللي لعبنا به يعني منطقة جبلية مرتفعة، وهذا اللي صار، وتعرف ذهبنا لضربات الحظ، وضربات الحظ يعني ما يضمنها أي فريق. طيب ما قدرتوا تأجلون المباراة؟ ما قدمتوا طلب ولا حتى ركلات الترجيح مثلا الى اليوم التالي؟ حقيقة احنا طالبنا بالتأجيل، وايضا حتى فريق مولودية الجزائر طالب بالتأجيل ايضا، يعني هو الريح الفريقين، لكن الاتحاد العربي رفض لان يعني عندهم تعليمات يقول يجب ان تكون شدة الريح 120 كيلومتر بالساعة، مقاسوا الريح كانت تقريبا من تتراوح بين 80 الى 90 كيلومتر بالساعة. إيه هذا مخالف لعد ليش الحكام؟ لا يقول الا 120 يعني. ها الا 120 إيه يعني، بس هو غلط، 120 يعني تقلع البشر طيرة من الملعب، هذا مو صحيح. يعني كنا حتى بالمصطبة من الصعوبة كان يقدر يوقف اللاعب نفسه، من الصعوبة يسطر على نفسه، فكيف ما يسطر على الكرة؟ يعني رحلاتكم إلى الجزائر دائما مثيرة أستاذ وليد. والله سبحان الله، يعني هي السنتين القرعة تضعنا بالجزائر، احنا تعرف الفريق ترى من الناحية الفنية احنا الأفضل يعني، بس لكن لو كانت ظروف طبيعية كان ما كانت هاي النتيجة، بس قدر الله ما شاء فعل. طيب أسأل أيضا عن وردتنا بعض المعلومات أن الجماهير أساءت التصرف مع
إدارة القوة الجوية، أو قبل لا تروحون للجزائر من كنتم عسكريين؟ كانت هناك مناشدات أن الوضع بالجزائر غير مستقر، شلون راح نلعب، مظاهرات، هاي الأمور؟ لا حقيقة احنا من اجتمعنا بالاتحاد العربي أنا طالبتهم بضمانات، لأن عندنا موقف مع الفرق الجزائرية بالعام القادم سحبنا الفريق، فالناس اعطونا ضمانات. بالعكس كان استقبالهم جيد جدا، واستقبال كان رسمي على مستوى رسمي، سوى احتفالية حضر وزير الشباب والرياضة الجزائري، وأيضا حضرت وزيرة البيئة، أيضا بالملعب كان حاضر وزير الشباب، حاضر محافظة الجزائر، مدينة الجزائر، محافظة بليدة اللي لعبنا بها، كانوا كل الجيدين. لكن صارت هدافات جدا بسيطة بعد انتهاء ضربات الجزاء من شخصين أو ثلاثة، والقوة الأمنية الموجودة عالجت الموقف. لا يعني ما صارت هدافات، لا المرة كان يختلف اختلاف جذري عن المرة القبلة، حتى على مستوى استضافتنا، على مستوى الفندق، المنطقة اللي قعدنا بيها، حتى عن طريق الملاطفة قلت لهم هاي الجزائر الجناء السنة مو نفس الجزائر الجناء العام، لأن العام كان في مكان تعبان، في فندق تعبان، في منطقة جدا شعبية، لكن المرة كنا قاعدين بشيراتون ومكان لطيف وجيد، وقدموا اللي عليهم ما قصروا حقيقة. يعني اكو اختلاف جذري كان، يعني ما عندك مشكلة وياه؟ لا 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 ماكو مشكلة، الأمور طيبة كانت، لكن خسرتوا بركلات القدم. يعني مو كل ما يتمنى، مو كل ما تخطط له تنجح به، لأن قلت لك ظروف المباراة كانت الجوية جدا صعبة على الفريقين، وذهبت إلى ضربات جزاء. طيب أسألك، بما أنه أنت الشخص الإداري، لكن العفو حتى التأجيلات صارت ترى من الفريق، الخطأ كان يمين الاتحاد العربي، وممثلنا بالاتحاد العربي كان في وقت قبل لا يطلع عبد الخالق مسعود، ما كان موقفه موقف قوي داعم لنادي القوة الجوية، ولهذا كان المفروض ما تتأجل المباريات، 31 تمشي مباراة، يوم 6 تمشي مباراة، ولو ماشي 31 في كربلاء الأمور كان اختلفت وايد. يعني لو ماشي 31 الأمور تختلف؟ نعم بما فيهم كان موقفه ما كان داعم لنادي القوة الجوية. يعني شلون مثلا موقف؟ هو نائب رئيس الاتحاد النائب الثاني، يعني استقال الرجل بعد قبل الاستقالة، هذا الحكي قبل الاستقالة، استقال على مود لعبة نادي الشرطة على مود الشرطة، لكن في وقتنا كان هو نائب ثاني، ونتصل عليه وما يجاب وما يرد وما دخل نفسه، فكان يعني اعطاهم الفرصة والحيز انه يتصرفون. تتصلون على رئيس الاتحاد العراقي؟ نعم عمالي بنفسي ما كان يجاب، فكانت النتائج مو صالح نادي القوة الجوية في حينه. تحس اكو تمايز كان بالتعامل؟ والله مو قضية تمايز، بس هو اليوم ما دام نائب الرئيس الاتحاد العربي المفروض يعمل بمهنية ويكون خير عون لفرق اللي تشترك واللي تمثل العراق، مثل ما احمد روراوة اللي هو النائب الاول الجزائري يعمل بكل طاقته لخدمة مو بس فريق الجزائري، لخدمة الفرق الافريقية بصورة عامة. طيب اللي يعني لاحظناه واللي مسعنا. يعني طيب انت تقول اليوم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ما تعاون نهائيا؟ مع كل اسف في هذا الجانب وفي هاي المفردة ما كان، يعني ما كان له دور ايجابي مع نادي مثل العراق. اكو تقصد؟ والله يا تقدر تسألوه ما اعرف انا شو. انت يعني شو تحس هذا الموضوع؟ يعني انا بنفسي كنت ارفع التليفون عليه ما يجاوب، يعني ما مهتم بالموضوع، ومن اخابر امين السر ما مهتم بالموضوع. زين ليش ما وجهتوا خطاب رسمي الى الاتحاد العراقي؟ وجهنا خطاب، وجهنا خطاب للاتحاد العربي، وطالبنا طينا ضمانات، وقلنا المباراة لازم تمشي وقتها، بس احنا صوتنا اللي يمثلنا العراقي اللي هو رئيس الاتحاد العراقي داخل الاتحاد العربي كان صوت ضعيف مع كل اسف. يعني صوت عبد الخالق مسعود كان ضعيف جدا، نائب رئيس الاتحاد العربي وضعيف، كان ضعيف بما يخص الفرق العراقية، غير مهتم وما تدخل، لو متدخل كان المفروض يفرض، يعني ماكو شيء يمنع اللعب، حتى نقل لعبات المنتخب الى خارج العراق كان بعد مباراتنا تقريبا، يعني صح. يعني انتوا لعبتوا في اربيل، احنا لعبنا في اربيل مضطرين، يعني ما كان تدخل، يعني المفروض نلعب في كربلاء، وحتى من تاجلت كان المفروض تتاجل المباراه الاولى والثانيه يوم 6 تمشي في الجزائر، والاولى نشوف لها تخطيط ثاني، هم ما دخل بس. فكان يعني قبل شوية تكسبت مناشدة انه ولا كأنه الشرطة يمثل العراق، يا اخي احنا عانينا قبل الشرطة 3 سنوات، احنا نشترك اي قطاع او جهة حكومية رياضية ما دخلت نفسها ولا قدمت لنا الدعم، على اقل تقدير الدعم المعنوي ماكو وفي المادي. لازم تعتمد على نفسك، وتعتمد على الكوادر عندك بالنادي، وتعتمد على وضعك وامكانياتك، خلاص غير اليوم احنا نعيش على والانجاز من يتحقق ما يسجل الكل،
يعني اتحاد العراق نادي قوة جوية من حقق 3 بطولات اتحاد آسيوي ما موجودة في بجعبة نادي قوة جوية، موجودة بجعبة الاتحاد العراقي أحد الأندية العراقية. اللي يعني أنت تريد توصل رسالة إنه نادي القوة الجوية كان يعمل بمفرده ماكو تعاون؟ ماكو بس وزارتنا اللي هي المؤسسه مشكوره وزاره الدفاع كانت داعمه لنا في هذا الجانب. يعني انا من داعش مو دا الوم وارجع انا للمستقبل داعش. المستقبل المفروض اي فريق عراقي اذا كان نادي هذا يشترك في بطولات خارجيه هو مثل البلد المفروض اكو دعم من قبل القطاعات الرياضيه الحكوميه ومن قبل الاتحاد المعني باللعبه. اذا كان كره قدم غير كره قدم انا ما داعش كره قدم جي. يمكن انتم في برنامجكم تشوفون هواي لعبات اذا كان سلة أو طائرة أو لعبات فردية بيذهب خارج العراق عاني صح. أجل أجب عن اهتمام من الاتحادات المعنية اهتمام من الأولمبية يعني الأولمبية هي الجهة المسؤولة عن الاتحادات كلها. ما شفنا يعني من اللجنة الأولمبية أكو فد نشاط يعني داعم للمشاركات الخارجية. مو لدى أنا أقول بس نادي القوة الجهة في كل المجالات يعني ولمستاها احنا يعني في احد كؤوس الاتحاد الاسيوي يمكن من جينا ما حد استقبلنا لا اولمبيه لا اتحاد لا وزاره ما خلاص ما يعني استقبال بسيط هذا اللي هو جانب معنوي للاعبين والبعثه ليش؟ هتقدر تسال مثلون العراق لا تقدر تسال المسؤولين عن الرياضه هاي امور مهمه جدا يعني يمكن نشوف احنا دول الجوار من يحقق انجاز ومن يحقق بطوله ومن يحقق يعني نشوف الاهتمام والتدخل والقطاعات الحكومية الرياضية خاصة شلون يكون تصرفها. هناك تقصد بعمل رئيس الاتحاد مع نادي القوة الجوية وعكس الموضوع شخصي مع وليد الزيدي لأن واقف ويا الكابتن عدنان درجال تحس هناك تقصد؟ والله أنا مو أحس إذا أكو هيك شيء فهذا طامة كبرى. اليوم أنا وليد الزيدي يمثل نادي القوة الجوية الرياضي المفروض أنا يعني أعمل بمهنية مع الكل. اليوم إذا يصير عندي خلاف مع كابتن عمر رياض شخصي المفروض هذا بعد كل البعد عن المهنية وعن عملي هذا اللي عنده خلاف شخصي أنت مع المهنية؟ أنا ما عندي خلاف شخصي ويا واحد وحكيته بين مرة قلت اني رحت الى محكمه الكاس واشتكيت في مفرده معينه الانتخابات كانت غير صحيحه والانتخابات استبعدت جزء من الهيئه العامه وتعاملت مع اعضاء الهيئه العامه نوعين من المواطنين مواطن من الدرجه الاولى مواطن من الدرجه الثانيه من اعتبرونه مواطنين من الدرجه الثانيه فان حق اشتكينا خارج هذا ما عندي خلاف ويا اي شخص واليوم انا كنت موجود بالاتحاد يعني اتعامل يوم بمهنيه ما لي دخل اما بداخل رئيس الاتحادات تقدروا تسالونه ما بداخله هل هو اعداء شخصي هل هو يعني ما مهتم بالموضوع هل هو ما مهتم بالانديه هل هو هاي قابليته بالعمل ما اعرف انا شو تفسر هذا الموضوع والله توجهوا لي هذا السؤال ما اقدر انت شو تحس انا احس انه عدم اهتمام بس ليش هذا عدم اهتمام من مين جاي هل هو هذا قدرتهم ما يقدرون اكثر ما اعرف عدم اهتمام ولا أنا اليوم نائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي وماكو مبرر للتأجيل ومن أجل مبارياتي كان على أقل تقدير أجلت المباراة ولا ما جيت كربلاء للظرف الراهن نلعب المباراة الثانية في موعدها في يوم 6 والمباراة هاي بعدها نحدد أو ما خارج العراق أو بالعراق أو في أربيل وتمشي الأمور زين ساعدكم عندما طلبتوا أربيل رئيس الاتحاد لهم لا مو بس هذا احنا حتى خسرنا مبالغ مادية وعدونا هم طولينها مبالغ مادية خسرنا حجوزات طائرات كلها راحت على المباراة الأولى ومو بسبب الخلل بين الخلل بالاتحاد العربي اللي أجل المباراة يعني خارج إرادتنا ما كان أكو أي تدخل من قبل ممثلنا في الاتحاد العربي اللي هو رئيس اتحادنا العراقي كابتن مولى عبد الخالق بس أما تقولي استقال تبعدين يجي التحصيل حاصل ورا فترة معينة من المباراة نعتقد مسافة شهر أو أقل ما أذكر يعني هذا اللي صار حقيقة أنا أشوفك اليوم قاسي هواية على لا مو قاسي يعني أنا مو قاسي بالعكس أنا ما عندي شيء أنا اليوم يعني داحكي وقائع بكره انا عوف اللي راح بس احنا مستمرين اكو مشاركات قادمه اذا كان للجويه او غير الجويه يجب ان يكون الاهتمام كبير من قبل الاتحاد المعني باللعبه انا اقول لك اذا كان يعني شلون يصير نوع الاهتمام اذا كان مثلاً. كره قدم او غير كره قدم هسه اعطيك نقطه معينه في كل المؤتمرات اللي حضرناها بالاتحاد العربي كل الفرق يجي ممثل من الاتحاد العراقي يحضر معهم لسبب مهم جدا يوقع على الوثيقة بعد تنظيم جدول المباريات زين. حتى من يصادق خلاص بعد ما يتغير معهم احنا وقعنا بإشكالات اول اشكال وقع بنادي الشرطة من حدد مباراته
قبل مباراة المنتخب بيوم وهي بالأصل ترى الظروف حكمتها صارت بقطر. هي كان مباراتهم قبل يوم في المنتخب قبله كان يوم صحيح. المنتخب يلعب في قطر هو ثاني يوم لعبته في كربلاء لو حاضر ممثل عن الاتحاد العراقي ويعرف الجدول صادق بل وقع مع القطر أنا وقعت منو حضر منو حضر ما حضر بدون أحد ما حضر من عندنا مرة واحدة حضر أستاذ غالب الزامل وحضر مو بصفته ممثل عن الاتحاد حضر بصفته ممثل عن النادي أكثر من مرة إحنا من تيجي تتوقع أنا وقع عن الاتحاد يطول ممثل يوقع وقع فالاجتماع الثاني أنا وقعت في خطأ أيضا ما عندي الأجندة مضبوطة مطول الأجندة مضبوطة من جهة نظمت لعباتي أنا أتقاطع وين الأولمبي ما أدري لين ما أكون ممثل الاتحاد بس اللي نبهني مشكور كابتن غني شاهد أرسل لي رسالة أنا مش قال ترى مطيك التواريخ غلط ترى مباراتنا بفلان تاريخ أستدعى عرشت الموقف معاهم رجعت جلست مع نادي الرجاء البيضاوي وغيرت المواعيد على السريع هاي واحدة من نوع من الاهتمام اثنين يعطيك دعم من يحضر ممثل عن الاتحاد العراقي في اجتماع الاتحادات العربية وقاعد الأندية وياه يعني مثل ما نشوف يعني حتى مواعيد المباريات ما النادي يقعد وياك احنا النادي دوره هامش يكون يقعد ممثل الاتحاد لأنه يعني عنده أجندة كاملة وعنده خريطة كاملة لمشاركات منتخبات الوطنية فمن يقعد يثبت اللعبات وهو يتحمل مسؤولية أنه يأجل لعبة بالدوري أو غيره فهي تعطي حتى دعم وقوة للأندية هاي ما شفنا يعني هاي مشاكلنا بالاتحاد العربي بصورة مهنية ما دعتش أنه هاي مشاكلنا لا بالعكس هذا موضوع مهم جدا لعداني أتفاجئ يوميا رايعين وطاقين صور بالاتحاد العربي وقاعدين الاجتماع شنو أبد ما شاهدت شنو. أنا صورة سيد عبد الخالق مسعود يحيى كريم الصور ما يحضرون احنا نقول من نحضر الأندية في القرعة وفي ورش العمل مهم جدا من مثل عن الاتحاد العراقي وأصلا حتى جوز ماكو دعوات لا 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 لا, 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 لا موجودة من يجي الكتاب يجي ممثل عن النادي وممثل عن الاتحاد زين ليش الاتحاد ما يجز ممثل وحتى ما اعرف انا تقدر تسلم أنا. حتى شنو ما اعرف يعني انا عندي يعني معلومة. حتى تذاكرهم تجي التذكره مالته وهذا موجود كل شيء بس هم ما يحضرون على شنو انا تقدر تسلم وتسلم ما اعرف انا اللي شفته بعيني اذا في التبرير تقدر تسلم يعطوك التبرير ما يهم التبرير أنا. هذا ارباك قلت لهم انا حتى قلت لهم ترى اكثر من مره يعني قلت لهم اتصلت باخواننا بالاتحاد قلت لهم المفروض واحد منكم يحضر يعني حتى هذا الاجتماع الاخير كان موجود حتى القطعه المكان جلوس ممثل الاتحاد العراقي زين وهم ما حضر وهم الحمد لله والشكر كان حاضرين بالمؤتمر اثنين من نادي الشرطه واني المفروض كل واحد مقعد فاضنا هذا المقعد جلس واحد من عندنا عليه يعني هم ما حاضر ممثل الا المفروض واحد من عندنا ما يجلس يعني جوز مقاطعين الاتحاد العربي الاتحاد قبل لا يستقيل وقبل لا ما يخون احنا الموسم الماضي شلون قبل لا يستقيل شلون حتى لو تقاطع انت تستقيل كرئيس كممثل عن الاتحاد العربي كنائب استقاليات بس اليوم اكو واقع حال اكو كيان اسمه الاتحاد العراقي المركزي لكره القدم اللي هو مسؤول على النشاط كرة القدم بالعراق من يشترك نادي يجب تكون انت داعم له وتكون تحضر وتكون تحضر للاجتماعات وتدافع عن حقوق انديتك يعني سان افتهم من عندك مو بس القوة الجوية الشرطة ايضا يعاني نفس المعاناة رغم تواجد عضو انا بدنا نتحدث يعني الشرطة والزوراء والقوة الجوية نفس التعامل انه الاتحاد ما هم لا مدى اقول لك انا صار اجتماعين هاي الفترة الاخيرة اجتماع الاول حضر استاذ غالب الزامي بصفته ممثل عن النادي زين الاجتماع الثاني حضر نادي الشرطه حضر غير استاذ غالب حضر دكتور بحر العلوم على بحر العلوم وحضر تحسين الياسري من حضر ممثل عن الشرطه حضرت ممثل عن جو ماكو ممثل عن الاتحاد حتى القطعه موجوده والاستمارة ايضا من وقع عليه مكان وحق لممثل الاتحاد العراقي وقع لازم وممثل اتحاد الفريق الخصم زين هذا شنو يعطيك انطباع؟ عدم اهتمام بدي اقول لك بدي اقول لك كل القطاعات الرياضيه الحكوميه وغير الحكوميه ما تهتم بفرقنا من شارع خارج اذا كان في لعبه كره قدم وخارج لعبه كره بمن يهتم هذا دين المسح بمن يهتم الاتحاد؟ اذا ما يهتم بفرقنا بمن يهتم؟ هاي تعطي دعم تعطي تقول هسه اعطيك شغله اخرى اكو بعض الدول يشترك منها اكثر من فريقين بالاتحاد العربي ثلاث فرق واكو اربع فرق صح احنا فريقين انا اعتقد لمن يكون يحضر ممثل عن الاتحاد العراقي ويصير تقارب بين وجهات النظر وعنده طروحات يطرحها يمكن تحصل ثلاث مقاعد بالمستقبل اما انا يوم من امثل نادي شكلي مو حلو من اجي اطرح يا بزيد الحصه وزيد كذا اي بس هو سيد عبد الخالق مسعود قال عندما اكون متواجد في الاتحاد العربي وتواجد
ومن راح اتواجد في الاتحاد الاسيوي وراح ازيد مقاعد ما زيدوا المقاعد شنو زيدوا الزوراء ملحق وما يجوز الزوراء ما يستحق انه يروح يلعب ملحق المفروض مباشره بالمجاميع يعني الملحق يعني دخلك شغلات معقده ونادي الزوراء يعني هو يمكن اذا تجي تاريخه واسمه وانجازاته اكثر من هواي انديه ماخذين مقعد بالبطوله العربيه لان ترى البطوله العربيه بدات تاخذ حيز اهم من البطولات الاخرى لان احنا ما تلتقي فرق المغرب العربي الا عن طريق هاي البطوله صح اثنين هسه نشاطهم وسعوه يعني راح يتجهون حتى للمنتخبات عندهم بطوله قريبه للمنتخبات الشباب وراح انا حسب ما وافقوني اولمبي وراح راح يصير منتخبات وطنيه بطولة المنتخبات الوطنية هاي عندك انت التفاصيل عندهم اجندتهم هيك التفاصيل كاملة الاتحاد العراقي عندها هاي التفاصيل والله ما اعرف ما ادري يعني اجندتهم طروحاتهم من نناقش الدكتور رجل السلمي صار رائع يعني من سر متعاون من نناقش من سر مساعد من نناقشهم عندهم يعني واضعين خريطة طريق ومخططين للمستقبل طيب وهذا الملتقى العربي يعني شيء جيد جدا هذا زين هذا مهم جدا لكن غياب واضح للاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عبد الخالق مسعود اللي كان يشغل نائب رئيس الاتحاد العربي كنا هذا اللي دائما احنا نتحدث به نتمنى انه العراق عندما يمثل اشخاص ياخذ اكبر من دوره يا اخي المنصب ياخذ حجمه الحقيقي يكون مؤثر وصوت فعال داخل الاتحاد الآسيوي وحتى الاتحاد العربي هذا اللي دائما ما نعاني لسنوات ولحد الآن ما زلنا نعاني هذا الموضوع أسألك سأل المنصب ترى تكليف مو تشريف يعني لو أخذ المنصب وأعطي حقه وأخدم وأقدم الخدمة اللي تليق بي لا ماكو داعي ماكو داعي مو مجرد كرسي الكرسي موجود حتى ببيوت تقدر تخلي الكرسي وتقعد عليه اها يعني اكو ناس جايه بس على مود يعني انت اي اعطيه المفروض حقه يعني انا يعني هو تكليف يعني مو تشريف سيد عبد الخالق مسعود انطى حقه لو لا مو دا اقول لك انا صار ساعه شي دا اقول لك مو يعني بس استاذ عبد الخالق مسعود بصوره عامه يعني ماكو اهتمام ماكو اهتمام يعني منصب انطى حقه كنائب رئيس اتحاد والله كل هالحكي انت تقدر تفسر صار ساعه انت شو تقول صار ساعه ما تعاون يعني ما لمس التعاون خلي يطلع يقول لا انت مخطئ انت لان انا عن قرب كنت مع الاتحاد العربي وكل مؤتمراتهم حضرتها هاني وكل ورش عملهم حضرتها هاني يعني مو ماكو اهتمام يعني دا اقول لك ممثل من الاتحاد العراقي مثل باقي الاتحادات يحضر في ورشه العمل ما كان موجود ايش اقول لك بعد طيب اسالك بما انه انت نائب رئيس الهيئه الاداريه لنادي القوه الجويه محمد علي عبود عنده مشاكل اداريه معاكم محمد علي عبود انا مستغرب احنا كنادي القوة الجوية اي مشكله اداريه ما عنده ودا يسافر معانا بانسيابيه واوراقه سليمه واخر سفره كان معانا في الجزائر قبل ايام عاد من عندهم من ضمن مطاراتنا العراق اما شنو الموجود واحنا حتى كان متبلغين انه محمد علي عبود متخبرون الجزائر ضمن المطلوبين الاولمبي في اللحظات الاخيره بلغوه ما نحتاجك يعني بلغوكم بلغوه هو ما نحتاجه لا يعني كاداره نادي القوه الجويه بلغوكم كنا مبلغين من ضمنهم محمد علي من ضمن الوفد وايضا بايش بعدين ضافوه كان اورادي بس بايش طلب اجازه من استاذ غني قال له انا صار فتره طويله مسافر فارجع لبغداد اريد اخذ راحه قسط من الراحه والتحق بكم بعدين اما محمد علي عبود فاجانا بلغوه ليش بلغوا ما اعرف يعني ما تلتحق يعني مشكله اداريه ما اعرف امور الاداريه سليمه انا تسالني كنائب رئيس نادي محمد عبد مشكله اداريه ما عنده وموقفه سليم وده يسافر مع الفريق بانسيابيه وده يقدم وده يلعب يعني ومحمد عبود ترى انا قلت له متعثر ووطنيه يعني الرجل اولا فنيا لاعب جيد جدا يخدم منتخباتنا اثنين لاعب خلوق خلوق جدا يعني ما عنده اي مشكله مشاكل وغير هاي الامور من يطلع مع اي وفد قليل كلام زين ابلغوك انه الكابتن عبد الغني شهد ابلغ انه محمد علي عبود ضمن اسماء المنتخب الاولمبي بعدين إيه الاتحاد ابلغه انه هو مو من ضمن الاسماء ايه ابلغونا انه من ضمن هم سبعه كانوا خمسه اللي التحقوا بالاضافه لمحمد علي عبود بعدين طلبوا انه بايش يلتحق باليوم صاروا سبعه بايش هو اللي طلب اجازه محمد علي عبود بلغوه باللحظات الاخيره بالجزائر انه ما نحتاجك شنو اللي بلغ الاتحاد ولا الكابتن والله اكيد يبلغ يبلغون الفريق يعني مو اما مدير الفريق او ما اعرف حتى انا في وقت اشيل التليفون واتصلت بالاستاذ كامل الصغير
من الجزائر قلت له استاذ كامل محمد على ابو اللاعبين جيدين احنا سمعنا زين مرادو كفني لو اداريا لا لا اداريا قلت له اوراقه نظاميه والرجل ما عنده اي مشكله فيه وقال اني اتبنى الموضوع اني راح احله وحتى اليوم اللي حكيتنا وياه كان موجود محمد قال اني متبني الموضوع اني راح احله بس شنو طريقه الحل ما اعرف بعد انا طيب قضيه الكابتن عدنان درجال وين وصلت استاذ وليد قضية الكابتن عدنان درجال هي مو بس أو قضيتكم قضية بالأحرى المعترضين على انتخابات اتحاد كرة القدم احنا قضية الكابتن عنده شغلات تخصه في المحاكم العراقية أنا ما أعرف وين وصلت هو يعرف أكثر أما قضيتنا في محكمة الكاس حسب معلوماتي المحكم البريطاني كان عنده ارتباطات بقضية كبيرة هي قضية الاتحاد الروسي خلصت صار أكثر من تأجيل أعتقد 7-1 راح ينبت بالقرار 7-1 ايه شو تتوقع القرار؟ والله مو شو اتوقع انا لو لا مؤمن ما اذهب الى محكمه كاس واقطع كل هاي المسافه واروح لوزان انا مؤمن بعداله المحكمه ومؤمن انه القرار راح يصير جانب المعترضين لان اتضح للعلن ولكل الناس ولكل المتابعين الرياضيين بالعراق انه اكو خروقات وخروقات كبيره وهم هذه الخروقات الكتاب اللي صدر يوم 19/3 اللي دز الاتحاد الدولي واللي يسمح لهم بالترشيح وقفوا عن عن اللجان الموجوده وحرمونه من الترشيح. هذا شو تفسره كله؟ ليش اتحاد كره القدم هيجي يتعامل؟ مو هي واضحه جدا يعني استبعاد المنافسين يعني انت من تسوي لي تثنيات والتثنيات حسب تفسيرك يسمح 26 واحد يرشحون وما بقى من الهيئه العامه مواطن من الدرجه الثانيه لحق التصويت وما لحق الترشيح حتى قدر الامكان يقللون من المنافسين. لهم بالانتخابات واضحه. ما تقبل يعني تفسير آخر غير شريفة هاي المعادلة يعني ما أقول بطريقة هاي الألفاظ أقول غير عادلة مو أكثر يعني غير عادلة بيجوز لأن اليوم أرشح ولي ثقة بنفسي وإذا اختارتني لها العامة اختارتني وإذا ما اختارتني مو نهاية العالم خلص المفروض الكل يترشح أنا حتى رافض فكرة التثنيات هاي التثنيات بانتخابات الاتحادات الدولية من يرشحون 500 اتحاد موجودة فمنين ما يريد يجيب التثنية وما تأثر على كل أعضاء بس قبل أيام كان معايا عضو اتحاد كرة القدم سيد علي الأسدي قال إحدى النقاط اللي إحنا كنا ما نعرف بها هو موضوع التثنيات يحق لي النادي إعطاء أكثر من تثنية عند ما ترشح للرئيس والنائب الأول والنائب الثاني وللعضو جيد الكرة بساحتهم ولما اكتشفت يا أخي أستاذ علي الأسدي أنه كنت ما تعرف عرفت وزملائك حرموا بدون وجه حق المفروض تقولوا كلمتكم الحق بكل شجاعة أنه تستقلون وتأسسون انتخابات جديدة وتعطون مجال للجميع وكل من يفوز نضرب له تعظيم سلام ونتعاون وياه أيضا زين يوم 18/1 راح تكون أنت ممثل نادي القوة الجوية في الهيئة العامة إن شاء الله وأنا أساسا ممثلهم في الهيئة العامة من زمان يعني من زمان لا مو من زمان لا من زمان بس اللي من زمان بس 20/5/2017 ما كنت ممثل بس 17 لا 15 الممثل بس بال 17 انا الممثل بس ارسلت 20/5/2017 ارسلت عني كابتن حمزه هذه لان كنت بالتزام في اربيل وهذا الاشكال اللي صار تعرض بالمحكمه صنعنا لان تواريخ قديمه واجتماعات متشابهه وتعالج البعض يقول له ليش وليد الزيدي مثلا راح للمحكمه وشهد وقال صوت نشع لي هو بالموضوع لا لا اني طلبوا شهادتي وراح شهدت انا شهدت بكل ضمير طلبوا شهادتك لو انت رحت شهادة لا لا طلبونا كلنا واني محمد فرحان راح شهد شرار حيدر الرجل المشتكي كابتن عدنان طلب شهادة شو فلان 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 فرحنا شهدنا بكل ضمير انا بان اكتشفت انه اكو لبس بالموضوع واني ما حاضر اجتماع انا ثاني يوم رحت قدم الطلب قلت له انا ما كنت حاضر حاضر الاجتماع قبله واقصد اجتماع 2015 ما اقصد 2017 لان كان حاضر ممثل عني طبيعية جدا والاتحاد بدوره قام عليك دعوة ما أعرف أنا سمعت وخلي يقوم أنا اليوم مش يوم قالوا شاهد الزور أنا مو شاهد الزور لأن شاهد الزور في اللغة العربية شاهد الزور من يشهد بغير الحقيقة وبمحض إرادتي وبعلمي وبقى متمسك بيه أما أنا شهد الشهادة بخطأ ورح صلحت الموقف رسمي وقدم الطلب للقاضي وبالعكس القاضي يعني كفرت في نظره قالوا هذا يعني شهادتك كنت مستعجل بيها أو مو مستعجل لا أبد أبد مو مستعجل لأن أقول لك أنا هو رئيس الاتحاد العراقي إذا شفت حيدر زكي يحكي ساعة كاملة على 2015 عبال 2017 حيدر زكي من سألة قال لي أنت موجود قال أنا ما أدري أنا موجود بالفلان في النقطة موجود في هذا بس هذا ال 15 و17 ما أدري تشابه الاجتماعات والشخوص نفسهم حاضرين ويناقش نفس الموضوع هي مقترحات على النظام الداخلي
فهذا سواليبس وفترة طويلة مضى على سواليبس بالموضوع طبيعي طيب. جدا. وصلكم التقرير المالي والإداري كنادي القوة الجوية؟ والله وصلنا التقرير المالي والإداري إلى نادي القوة الجوية قبل سفري بيوم واحد. زين اطلعت عليه؟ حقيقة أني اليوم بديت أدرس وأطلع عليه، لكن بعدني مقاري وقراءة تامة، بس أكو بعض الملاحظات حقيقة وخاصة أهم التقرير المالي. شنو ملاحظاتكم؟ يعني واحدة من ملاحظات الأولية مو أنا أريد أجملها كلها ونجاوب الاتحاد كتاب. أولا هم مقدمين تقرير مالي للسنوات 2016-2017-2018 وهذا مخالف نقول للنظام الداخلي أو أو العرف اللي موجود، لأن اليوم أو النظام الأساسي لأن أنت اليوم تقدم نظام تقرير مالي يجب أن يكون التقرير مالي للسنة الحالية اللي 2018 وللسنة القادمة تقدم لي ليش حتى الهيئة العامة أولا الصادق على صرفته أنت بال 2018 والصادق لك على ما راح تصرفه ب 2019 أنت شو مخطط حتى من تيجي نهاية 2019 أو 2020 العفو أنا أقصد 19-20 آسف جدا من تيجي نهاية 2020 وتناقشني بالتقرير مالي 2020 وال 21 راح أني ما أقدر أتكلم كهيئة عامة مو أنا يعني كعامة لأن أنا مصادق على هذا الخريطة مالتك اللي واضحة أنت وبمحضراتي وأنا موافق لك ومعطيك الضوء الأخضر بالصرف أنت جايب لي تقرير 2016-2017-2018 وين كنت سابقا ما يجوز هاي نقطة من النقاط يعني زين هواي من أعمال الهيئة العامة ناهيك عن أنه أكو بالأمور يعني أنا الوالد مالتي كذا مبلغ عن الرعاية وفلان وفلان فقط لازم تفصل لي إياه الرعاية شقد النقل التلفزيوني شقد النقل التلفزيوني بحقوق للأندية مستلمين أنتو كنقل تلفزيوني أبد ما مستلمين أنا بصفة عضو هيئة عامة أنا مو بس راح أعضو اجتماعي إذا طالب بحق النادي مالتي من النقل التلفزيوني أنت ما ذاكره ذاكر مجمل هل قد وارداتي الرواتب زين بس اكو انديه تعرف انت اكو انديه وياكم بالدوري الممتاز مستلمه حقها من حقوق النقل هذا حصريا لك ما صار شنو ما منطيكم ابدا ولا سنه لا قديما مره طوله قبل 3 سنين طوله مبلغ بسيط جدا ما يفكر زين ليش ساكتين من قبل لا يعني صار لكم انت تقول قبل ثلاث سنوات ليش ساكتين؟ عمي ماكو ضوابط إذا يستخدمون فخافني بدي دكتاتورية كاملة داخل الاتحاد وتكتب له أصلاً عندهم طريقة أصلاً ما يجاوبك على الكتاب مالك شلون دكتاتورية؟ كاملة ما يجاوبك على كتابك الكتاب اللي دزه هسه خلي تجيني نادي من الأندية يقول والله لا أنت غلطان هاي المخاطبات اللي داخل من الاتحاد وده يجاوبوني حرام حتى جواب إي بس الدكتاتورية أنتوا صنعوها أنت أعلى صوت بالاتحاد مع احترامات العضو مع احترامات العضو الاتحاد مع احترامات للرئيس أجمع تقاري أجمع تواقيع الهيئة العامة وأجي أقعد الاتحاد تعال حاسبك بس وصل ليش ساكتين صاركم ثلاث سنين مو أنا إحنا الهيئة العامة إيه ليش أنت جزء اليوم القيام قوة جوية أقولك أنا رحت إلى أعلى محكمة رياضية محكمة الكسوان وبعد ليش تشمني ويا الأخواني الباقيين اللي المفروض يكون لهم دور اكبر انا بعد ولا الاخوان الباقين ليش ساكتين برايك والله تقدر تسالهم انت برايك ليش مصالح مشتركه والله اكو اعضاء عامة انواع قسم منهم اللي تربط مصلحه مع الاتحاد قسم منهم من هو هذا حجمه يقول لك خلاص انا ما يعني مقتنع وهذا شيء يخصه وقسم منهم يعني من ايس يعني شو يكتب ماكو جواب يعني هو طريقة من زمان ماكو مخاطبات رسمية تخاطبه ما يجاوبك يعني احنا ليش هذا الإهمال؟ ويا من السر أكثر من تليفون شت يا بجواب دزك كتاب ماكو جواب ليش هيك إهمال؟ والله يا تقدر تسلم هو لا أنت اليوم يعني أنا واحد من يهمني مرة مرتين غير أجي ما أقول أجي أوقفه مو دجاوبك يعني أجي أوقف الاتحاد أروح أوقف الاتحاد عمر أنت رحت إلى محكمة الكاس ورحت إلى لوزان يعني أنا أبعد من محكمة الكاس وين أوصل بس أنا أفسرها أنه أنا أفسرها الموضوع طبيعي تعرف ليش أنه يهملوكم أنتوا الأندية بالدوري الممتاز ما لنا دور تعرف ليش أنا أفسرها طبيعي لأن صوتكم هو نفس صوت الدرجة الأولى أندية الدرجة الأولى وأصلا القرارات المهمة والحاسمة تكون عن طريق دور الدرجة الأولى وممثلين الدرجة الأولى هذا فبالتالي أنتم ما مؤثرين عادي طبيعي هذا كان اللي بوجهة نظران
اجتماع 2015 اللي انا رحت اعطيت افاده التصور 2017 صار نقاش بتوسع الهيئه العامه. احنا كان رايي كالاتي، هم رادوا يوسعون الهيئه العامه على شكل خمس مناطق يقسمون العراق، فانا اعترضت قلت الاتحاد الدولي لا ياخذ بالمناطقيه والطائفيه. المفروض توسع الهيئه العامه يكون وفق ضوابط مثل ما تعمل انديه اتحادات الجوار. على سبيل المثال الانديه المجاوره تشمل ثلاث اعضاء بالهيئه العامه للنادي الجماهيري يلعب بالنخبه، عضوين للنادي الغير جماهيري يلعب بالنخبة، عضو واحد للأندية الدرجة الأولى، وبهذا يكون صوت الأندية الجماهيرية اللي لها باع باللعبة اللي لها فضل على اللعبة اللي هم ناس بدايات كرة القدم من عندهم يكون صوتهم أعلى، من يصير توافق بين هاي الأندية يقدرون يحققون شيء داخل الهيئة العامة وداخل المكتب التنفيذي. هذا كان معارضين إليه وما توسعت الهيئة العامة، وبقت بالعكس هي ترى نزلت الهيئة العامة سابقا كانت بالسبعين تقريبا نزلت الخمسين يعني. طيب انت من ضمن ال 16 عضو هيئه عامه اللي راح يجتمعون يوم غد، هاي معلوماتنا خاصه وحصريه انه راح يجتمعون يوم غد في احد الانديه العراقيه من اجل وضع خارطه الطريق للدوري العراقي، موجهي لك دعوه؟ لا ما حد قال لك؟ ما سمعت منك. اكو خارطه واكو تجمع؟ لا لا انا قبل اجتماع الثلاثاء للاتحاد العراقي اكو جروب، اكو جروب، الجروب يعني دا يعطون وجهات نظر ودا يطرحون هواي وجهات. انت ضمن الجروب هذا؟ والله انا ضمن الجروب بس انا مقل بدخولي بجروبات. يا اليوم انت اليوم إيه يعني انت من ضمن الجروب يعني ضمن الاجتماع اللي راح يدعوا له باكر ضده او ضمن الاجتماع اللي بس انا قلت قبل لا اجي قد يقول راح نسوي اجتماع في قاعه الاتحاد قبل الاجتماع بالعشرة وشويه للاجتماع بالوعده. لا احنا معلوماتنا الخاصه انه باكر اجتماع في احد الانديه من اجل رسم خارطه الطريق ليوم الثلاثاء. وهي اليوم انت شوف من تضع خارطه الطريق امشي هي الكره بملعب الاتحاد. اليوم الاتحاد هو الجهه المسؤوله ومنظمه للعبه وهي اللي تقدر تضبط العمليه. شلون تضبط العملية؟ أكو عدد من المقترحات هم المفروض يخرجون برؤية. هي القضية مو بس الدوري وخلاص. أولاً أنت اليوم الدوري لازم تفكر بالمستحقات، استحقاقات القادمة بما يخص المشاركات الآسيوية والعربية. اثنين أنت لازم توضع آلية للدوري بحيث ما يتضررون الأندية من الجانب المادي وبنفس الوقت يقتنع اللاعب والمدرب، لأن اليوم أنا ما من المعقول أعطي أموال وأنا ماكو دوري وقاعد يعني مرتبط بمؤسسة. النقطة الثالثة يعني المفروض في وجهة نظرهم يخلون هل هم الاتحاد العراقي من مدى يمشي الدوري هل هي العملية عملية لين موجودة متظاهرات بالعراق وهذا النشاط الرياضي يتقاطع مع أفكار المتظاهرين؟ أنت شو تقول؟ هسا أجيك أنا. أم انت اليوم اكو غايات اخرى وراء تاجيل الدوري؟ شنو المفروض انت بكل شجاعه هذا كله تنطرح؟ انت شو تقول؟ شنو وصلت؟ والله انا حسب تقديري ما اكو قابليه ربط بين انه الدوري يمشي او ما يمشي بين المظاهرات، لان المظاهرات ما طالعين على الدوري العراقي. هم المتظاهرين اغلبهم ابنائنا ومشجعين الانديه الرياضيه ورياضيين، وهي اهم حلقه في عمليه التغيير هي حلقه الشباب. زين صح ولا لا؟ صح. اليوم هم طالعين التغيير على منظومه، انا اليوم اذا اريد اغير يجب ان اغير بعض السلبيات والامور الموجوده عندي نزولا عند رغبه المتظاهرين. انا ما احكي بس ترى قضيه الاتحاد بكل مفاصل الحياه احكي. زين اليوم انا في نادي القوه الجويه خلينا اقول اكو تظاهرات، المفروض احنا بعمل المنظومه الموجوده داخل الاداره راح ننظر شنو متطلبات المتظاهرين، اذا اكو سلبيات موجوده المفروض نعالجها. زين اليوم انتم هي مو اللعبه كقاده الرياضه ما معترضين على اللعبه اليوم يعني. انا اقول انتم كقاده الرياضه ال20 فريق في الدوري الممتاز المفروض صوتكم هو الصوت الاعلى طبعا، لان بدونكم لا سابقا ماكو اتحاد. سابقا صار ليش ما تجتمعون الدوري العام ترى ليش ما توحدون كلمتكم؟ فرض الدوري العام مو باراده الاتحاد باراده الانديه من صار اجتماع في فندق اورو. اليوم ليش ما تجتمعون وتوحدون الدوري؟ لا ترى اكو حراك، اكو حراك واكو بدي اقول لك مو فقط على الدوري انا يعني رسم خارطه الطريق جديده يابا هاي متطلباتنا هاي شروطنا وهذا لازم تتاسس رابطه الانديه المحترفه وتخلص لهم كل هالمشاكل. ليش ما تاخذون على عاتقكم انتم الانديه الجماهيريه تاسسون رابطه الانديه المحترفه اسوة بالدول المجاوره الاردن بها رابطه انديه محترفه، الامارات قطر البحرين كل الانديه بها المفروض ايش وقت؟ انا معك والله نجال الأندية الأخرى احنا نادي من 20 نادي طبعا. إيه بس أنت نادي جماهيري؟ إيه وياك. لك قاعدة كبيرة؟ وياك يعني بس يعني حاولنا مع الوضع ما أعتقد ماكو استجابة يعني.
طيب طونا الرسائل اللي وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شباب اللي وصلتنا. منتظر الفيلي يقول: سؤالي هل من المعقول نادي مثل القوى الجوية بطل آسيا لا يمتلك ملعب يليق به لمكانته المحلية والآسيوية؟ وما هو السبب لحد الآن ملعب الجوية خربه مشابه لملعب الفرق الشعبية؟ كلامه مضبوط وحكيناها مرارا وتكرارا. هي إذا تبني ملعب شرطين، يا أما دعم حكومي، لأن وزارة الشباب شنو هي؟ وزارة الشباب والرياضة، هي دعم لقطاعين الشباب والرياضة باختصار، اي مثل ما معمول بدول الجوار يبنوا لك. واما الاستثمار، احنا ذهبنا للاستثمار ولحد الان عجزنا من امانه بغداد لم تمنح الموافقات بحجه انه يضغطون على نصب الشهيد. موجود العقد، موجود الشركه معتبره تنفذ، ولحد الان ما ناخذ نتيجه. طيب حمود العبادي، لماذا صفقات المحترفين في اخر خمس سنوات لم تكن بالمستوى المطلوب وتكون مشبوهه ولا يعرف مصيرها الكبير والصغير في النادي باستثناء ميداني؟ أتحدث عن موسى كبيرو وإنكومو والمدافع لهذا الموسم وبكري مدينة. لا، هي ترى طرح غير مشبوهة، طرح غير مهذب. لأن اليوم احنا عندنا لجنة، واللجنة تتعاقد من الناحية الإدارية، أما من الناحية الفنية احنا العراق كله يعتمد على المدرب. ما أجانا لاعب محترف إذا مطلب من المدرب، وما طلع اللاعب المحترف الا مطلب من المدرب. فعمال مشبوهة، يعني احنا بعيدين كل البعد عنه ومترفعين عن قضيه الشبهه، وكل لاعب مكتوب عقده عقده ياخذه على دائره مليم. ولليوم احنا نادي القوى الجوية يمكن ما سمعنا شبهات او فساد بقضيه العقود، يعني مو لائقه ومو حلوه ومو لطيفه. طيب كرار حيدر، سؤالي هو دراسات النادي وتجهيزاته شو وقت توصل؟ قلت حضرتك بدايه العاشر والحد الان نفس الهدوم مال التمرين اللي متليق بنادي بحجم القوى. احنا حقيقة وقعنا مع شركة اديداس وتجهيزتنا وصلت من شركة اديداس، لكن توقف الدوري ما خلانا نستخدمها لسبب بسيط. احنا السبونسر راح ينتهي هذا الشهر، فننتظر عملية السبونسر هل معانا او مش معانا. حتى الدراسات بالاقرب مشاركة راح يكون تجهيز الجوية كان موجود بالمستودع، تجهيزات اديداس اللي هي الشركة الألمانية اللي توقعنا معها. طيب قبل لا أروح لهذا السؤال، ليش رفض التوقيع محمد قاصد لنادي القوى الجوية؟ ماكو شي حكي، أنا بدلنا هسه كنت تحكي احنا موجود مدرب، اللي اختار المدرب الواقع او ما اختار من الواقع. هنا كان قاعد الكابتن أيوب أديشو قال أنا أريد محمد قاصد. بس ملخصك، بس ملخصك، لكن نوبات احنا نناقش المدرب في بعض الامور، يعني نناقشه كاداره، عندنا مستشارين فنيين نناقشه مثل عمر. انا القائمه اللي تقدمت للنادي احنا متفقين على ثلاثه حراس. القائمه ما بيها لا فهد طالب ولا محمد قاصد، وموجوده موقع عليها. بعد ما وقعنا لثلاثه حراس وانتهى الموضوع، بعدين احنا كاداره من الجانب المادي رفضنا نوقع اي جول شراء اذا كان محمد قاصد او غير محمد. طيب هذه وجهة نظر الإدارة، ننتظر وجهة النظر الأخرى للكابتن محمد قاصد على مدى الأيام القادمة إن شاء الله، نتمنى يكون معانا. سؤال أخير حتى أختم، حسام السوداني، أسباب توتر العلاقة بين السيد وليد الزيدي وحمزة هادي، أكو توتر لو لا؟ لا أنا ماكو أي توتر علاقة، بس اليوم يمكن أكو مصالح. إحنا كإدارة أخذت قرار الإدارة أنه أي واحد يجي فرصة عمل خارج النادي يعني ما يرجع بسهولة النادي، لأن اليوم عندنا عدد كبير من المدربين ومن أبناء النادي. النادي يمكن الوحيد اللي بي 55 مدرب، وكابتن حمزة هادي بالعكس كل الحب والاحترام وسنان طويلة أنا مسؤولة وأنا مديرة، بس خرج بتصريحات يعني تسيل الذوق العام قبل السئلية. طيب أبو الصوف الدبسي، ملعب الشهداء هل سيكون ملعب الصقور 100%؟ هذا اتفاق موجود وملتزمين بوزارة الشباب، وهذا الملعب راح احنا نستخدمه بعد ما فتح الملعب اعتقد كمل، بس عندهم مشكلة ويا أمانة بغداد ايضا مطلبوا 3 أشهر حتى قضية المجاري ولا اخر. اتمنى لكم الموفقية ان شاء الله خلال الايام القادمة وخلال عملكم في نادي القوة الجوية. أشكرك. شهادتي مجروحة بكم كإدارة، عملتوا في وقت سابق في السنوات الماضية، قدرتوا تحققون شيء مهم جدا للكرة العراقية من خلال تحقيق 3 كأس اتحاد آسيوي وكأس العالم أيضا كأس العالم العسكري، ونتمنى أن الجوية يكون على قدر المسؤولية في قادم الأيام.
ان شاء الله ما نوقف عند هذا الحد وان شاء الله نقدم الافضل. واحنا بدنا كاداره نخطط لشلون ناسس فريق يناسب الوقت الحاضر وللمستقبل يكون فريق رقم صعب ان شاء الله. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام. انتظرونا باكر حلقه مهمه اخرى من برنامج حديث الملاعب. تقبلوا تحياتي انا عمر رياض وتحيات فريق العمل. الى اللقاء.